السلام عليكم، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. كيف صاحبت متلازمة القلق الوجودية الكيان الصهيوني منذ تأسيسه؟ كيف استخدم الساسة الصهاينة القلق الوجودية وسيلة للتعبئة القتالية في التجمع الصهيوني؟ ماذا عن اهتمام الأدبيات البحثية الصهيونية بمتلازمة القلق الوجودي؟ في زهرة المدائن، على الرغم من جائحة كورونا، الاستيطان الصهيوني يتواصل في مدينة القدس المحتلة. كما تتابعون في ذاكرة فلسطين معارك بيت داراس، قاهرة الهاغانا وقفعاتي، فإلى هناك. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. صاحب المشروع الصهيوني منذ بدايته ما يمكن تسميته بمتلازمة القلق الوجودي في الوعي الجمعي للمستوطنين الصهاينة، والتي يمكننا تعريفها بحالة إدراكية واعية كاملة ومزمنة بأن الكيان سوف ينتهي في يوم من الأيام. قد يتراجع هذا الشعور في لحظات تاريخية محددة، ولكنه لا يلبث أن يتصاعد في لحظات الأزمة والشعور بعجز القوة. وعلى الرغم من أن له وجودا موضوعيا يعبر عن تناقضات هذا المشروع، استخدم الساسة الصهاينة القلق الوجودي كوسيلة للتعبئة القتالية في المجتمع الصهيوني وفي الصراعات الداخلية على قيادة الكيان، وصولا إلى اللجوء إليه في الابتزاز الدولي لدعم الكيان. هذا الموضوع هو موضوع حلقة هذا الأسبوع من فلسطين مع جملة من ضيوفنا الكرام. في الأستوديو معي الدكتور مأمون أبو عامر، الكاتب والمحلل السياسي والباحث في هذا المجال. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا في الأستوديو. حياكم الله. كما يسعدنا أن نرحب عبر سكايب بضيفنا من غزة الأستاذ سعيد بشارات، المتخصص بالشأن الصهيوني. مرحبا بك معنا أستاذ سعيد. مرحبا بك. كما نرحب أيضا بالأستاذ علاء الرماوي، رئيس تحرير وكالة أنباء سند من الضفة الغربية، الذي سيكون معنا عبر سكايب إن شاء الله في حينه، بل هو معنا الآن عبر سكايب. أستاذ علاء، أرحب بك معنا. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. دعونا نستطلع هذا الموضوع من خلال مشاهدة هذا التقرير، ثم نعود للنقاش بحول الله. نجح المشروع الاستعماري الصهيوني في السيطرة على الأرض وبناء مستعمرة بقوة الحديد والنار، ولكنه فشل في التحول إلى حالة ما بعد استعمار فلسطين. فبعد أكثر من 100 عام على انطلاقه، لا يزال المشروع الصهيوني يعي ذاته أنه في طور التحقق والوصول إلى غايته النهائية،
فقد صاحب المشروع الصهيوني منذ بدايته ما يعرف بمتلازمة القلق الوجودي في الوعي الجمعي للمستوطنين الصهاينة، والتي يعرفها المحللون السياسيون بحالة إدراكية واعية كامنة ومزمنة بأن كيان العدو سوف ينتهي في يوم من الأيام. يدرك قادة الاحتلال أن كيانهم طارئ وهو ليس متجذرا في هذه الأرض، وإنما أتي به كرأس حربة للمشروع الاستعماري الغربي الذي سانده منذ ولادته ابتداء من وعد بلفور مرورا إلى يومنا هذا. ولولا الدعم الغربي المتواصل من الدول الكبرى لما بقيت إسرائيل. ويرى المتخصصون في الشأن الصهيوني أن شعور متلازمة القلق الوجودي تقل درجاته في لحظات تاريخية محددة، ولكنه لا يلبث أن يتصاعد في لحظات الأزمة والشعور بعجز القوة. استخدم الساسة الصهاينة القلق الوجودي كوسيلة للتعبئة القتالية في المجتمع الصهيوني وفي الصراعات الداخلية على قيادة الكيان، وصولا إلى اللجوء إليه في الابتزاز الدولي لدعم دولة الاحتلال. ولاحظ المراقبون أن ما تقوم به دولة الاحتلال صار محدود التأثير، ولا يعطي انطباعا بأنها لا تزال تمتلك اليد الطولة لفرض الأمر الواقع في المنطقة، وبقيت تحركاتها محصورة بشكل مباشر في الضفة وغزة ومناطق المحيط الإقليمي. منذ عام 48 وحتى اليوم، كل سنة، كل سنتين، كل 5 سنوات يجدد أن هناك تهديد من عبد الناصر، هناك تهديد من صدام حسين، هناك تهديد من إيران، هناك تهديد من حماس، هناك تهديد من حزب الله. دائما هذه التهديدات تربك المجتمع الإسرائيلي وتخوف المجتمع الإسرائيلي، مما يؤدي إلى أمرين. الأمر الأول يؤدي إلى أن كل المجتمع يصبح مجتمع أمني مهووس أمنيا، وهذا المجتمع، النقطة الثانية، يكون جاهز أنه يتجند بالجيش وأنه يضحي ويموت في ساحات المعركة. العمليات المتقطعة والقصيرة التي تشنها دولة الاحتلال ضد أهداف محدودة توصل من خلالها رسائل للإقليم أنها موجودة وقادرة على القتال، كما تعزز عند أفرادها حالة الخوف من الفناء بفعل التهديدات المتزايدة وحاجاتها الدائمة في التسلح تحت ذريعة الدفاع عن نفسها جراء عشرات التقارير التي ترفع شهريا من المخابرات الصهيونية تفيد بتوقع هجمات محلية أو إقليمية كصورة مؤكدة لديها من صور القلق الوجودي. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى هذه إذا حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. إذن القلق، متلازمة القلق الوجودي في الكيان الصهيوني وفي المشروع الصهيوني، هذا موضوع نقاشنا مع ضيوفنا الكرام. أرحب مرة أخرى بالدكتور مأمون، أهلا بك معنا. قلق مزمن بدأ مع بداية هذا المشروع ويتواصل، يشتد أو يتزايد مع وجود تحديات وتهديد حقيقي، سواء بفعل المقاومة أو المخاطر التي تعاني منها دولة الاحتلال داخليا وخارجيا، ويتضاعف ويتلاشى إذا اختفت هذه التهديدات. حول هذا القلق الذي يشعر به الكيان على الرغم من امتلاكه لرؤوس نووية وقوة كبيرة عسكرية وأمنية واقتصادية خاصة في هذا المحيط الضعيف، لماذا دائما هناك قلق وجودي لدى الاحتلال؟ حقيقة يعني المشكلة الموجودة في العقلية الإسرائيلية هو أزمة الوجودية. دائما أزمة الوجودية هي أحد المركبات الأساسية في الأمن القومي الإسرائيلي. هذه الأزمة غير موجودة في أي دولة من الدول الطبيعية، فهي إذن هي دولة غير طبيعية، هي دولة وظيفية جاءت لخدمة مشروع أممي دولي لهدف معين بدأ من حوالي 150 عاما تقريبا أو 160 عاما حتى يومنا هذا، حتى أنشئ هذا المشروع الصهيوني بضم توافقات ما بين الحركة الصهيونية والحركة الإنجيلية المسيحية والرغبة الاستعمارية في المنطقة والصراع الدولي في ذلك الوقت. كان هذا الكيان، هذا الكيان أنشئ وفرض نفسه، بل يعني هو طبعا فرض بأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، وكل ما دار من حديث حول قضية صراعات أو أنظمة عربية فشلت أو نجحت، هذا واقع كان موجود، هذه الأنظمة فرض عليها هذا الواقع، حتى يعني أنا لا أبرئها، نعم، لكنها هي عاجزة عن مقاومة هذا الواقع، لأنه من فرض هذا الواقع هو من أوجد هذه الأنظمة أو من كان يثبتها أو يتعامل، يعني تجد هذه الأنظمة أنها مرتبطة أو لها مصلحتها بهذا، نعم، المنظومة الدولية. واضح. حتى أسس الكيان الصهيوني وأنشئ بدعم كان واضحا غربيا،
وإذا بدأنا إحنا أول حين ننظر إلى نظرية الأمن القومي الإسرائيلي كما عبر عنها بن غوريون الزعيم المؤسس، قال نحن دولة إسرائيل لا يمكننا أن نقبل الهزيمة، لأن أعداءنا بإمكانهم إذا هزموا أن يعيدوا قوتهم مرة أخرى ثم يهاجمونا، لكننا إذا هزمنا مرة واحدة لا يمكننا أن نقوم. فلذلك على إسرائيل أن يعني أن تضع في حسبانها ألا تهزم أبدا، لأن إذا هزمت انتهت. نعم. وهذا طبعا أمر غير طبيعي موجود في الدول، دول تنتصر ويعني تنتصر وتهزم في معارك وحروب لأنها ليست ربما لأنه كما تفضلتم ليس هناك شذور لهذه الدولة. دعني هذا شعور نفسي موجود أنه هو غريب ويفرض نفسه على هذا في هذه المنطقة فرضا، وليس هو موجود يعني نابت من هذه الأرض يعني، فدائما جذوره ضعيفة متكئ على يعني كما الشجرة الضعيفة متكئة على ما يقويها ما يثبتها، وإذا جاءت الريح العاصف أزاحته، وذلك كان لا يستطيع أن يتحمل يعني أي تغيير أو أي قوة دفع تزيحه من هذه المنطقة. على ذكر بن غوريون، هو الذي أيضا كان قد بحث منذ وقت مبكر أو حاول هندسة رواية صهيونية تتناسب مع أن الفلسطينيين لم يطردوا إنما هربوا في بني النكبة، وهو الذي كما تفضل الدكتور مأمون سيد علاء قال ما قاله بخصوص يعني أو عبر عن قلقه بخصوص وجود الاحتلال من خلال أنه يجب أن لا يخسر أي معركة. مرة أخرى عن أسباب الأسباب الكامنة سواء نفسية أو فسيولوجية أو فكرية لدى الاحتلال، والتي تدفعه إلى الشعور دائما بهذا النوع من القلق، نريد أن نستفيد أكثر في ذكر هذه الأسباب لو سمحت. نعم، بعد التحية لك ولضيفك الكريم، من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك مضان ضعفه، وهذا ما تحدث عنه مثلا على سبيل المثال روبنشتاين الذي قال هناك مهددات داخلية وهناك مهددات خارجية، وعندما تحدث عن المهددات الخارجية ووزير يعني كان في وزارة العدل الإسرائيلية بالإضافة إلى شغل مناصب عديدة مختلفة في الكيان الإسرائيلي، تحدث بوضوح في المسألة الخارجية على سبيل المثال عندما تحدث عن كينونة الدولة في محيط عربي متلاطم، هذا المحيط معادي، ثم تحدث عن مقومات الصمود الداخلية بمعنى الموارد التي تتيح للاحتلال أن يكون قويا اقتصاديا، وقال بأن دولة على سبيل المثال مثل السعودية قادرة أن تجيش الوطن العربي لوحدها في بهزيمة الكيان، عندما تحدث عن موازين القوى الاقتصادية، ثم تحدث عن المدد الأمريكي والدعم الغربي، قال نحن في ميزان الحضور في مواجهة العرب نحن أداة يريدها الغرب في منطقة هي معادية، وبناء على ذلك اختلال الموازين قد يفقد الاحتلال دور الوظيفي. هذا ما تحدث به نتنياهو بشكل واضح عندما قال لقد تحولت مكانة إسرائيل ما بين قوسين من دولة تقوم بأداء وظيفي في المنطقة إلى دولة يحتاجها العالم، وهناك فرق يحاول نتنياهو أن يقدمه. فؤاد بني العزر عندما نجح الدكتور محمد مرسي في الانتخابات قال على إسرائيل أن تعزف عزفا مختلفا لتنهي وجود الإخوان في مصر، عندما سألت أحد الصحفيات لماذا هذا العداء الكبير للإخوان المسلمين قال تخيلي معي هذه الكابوس، لو اجتمع العرب على رئيس واحد من الإخوان المسلمين يعني ذلك أن هناك تغييرا كبيرا سيجري في المنطقة، لن نستطيع أن نقاتل العرب، إن قتل منهم ألف لن نحتمل أن يقتل منا العشرات. هذا ما عبر عنه أيضا بني جانتس في الحرب الأخيرة على قطاع غزة عندما وجه خطابه للجنود الصهاينة قائلا لا تخشون إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما نألم هناك في قطاع غزة، أنتم تملكون الطائرة وتملكون الدبابة وهم يمتلكون بعض أدوات القتال، لا تخافوهم، حذاري أن يتحول أحد منكم إلى جندي خائف في ساحة المعركة. هذه التعبئة التي يشعر بها خاصة عندما تسمع للقيادة العسكرية الإسرائيلية التي كانت في صفوف القتال، وعندما وصفت على سبيل المثال حرب 73، وأنا أحيل كافة المستمعين والمشاهدين وأيضا الكتاب أن يقرأوا فيما كتب عن حرب 1973 عندما تقدم الجيش العربي السوري على حدود الجولان،
قال القادة العسكريون الإسرائيليون وقتها لو أن العرب أرادوا إنهاء إسرائيل لأنهوا على الأقل لاستطاع السوريون أن يصلوا منطقة الشمال وأن يتحكموا بها وأن يكونوا على بوابة تل أبيب لو أراد العرب التقدم، بمعنى الاحتلال يدرك بأن لا العمق يساعد لا القدرة، وهذا سنتحدث به في جانب آخر، هي البنية الاجتماعية التي تمكن الاحتلال من البقاء، وهذا ربما ما أشار إليه دكتور مأمون. صحيح بلا شك. دعني أرحب بالأستاذ سعيد بشارات المتخصص في الشأن الصهيوني أيضا من مدينة غزة. أستاذ سعيد أهلا وسهلا فيك معنا في هذه الحلقة، وأنا أود أن أسأل عن العوامل التي تعزز هذا القلق أو الشعور بالقلق الوجودي وتجعل الاحتلال دائما لديه هذه المخاوف الوجودية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما نعلم جميعا هذا الاحتلال يعلم هو بقرارة نفسه أنه موجود في منطقة في الأصل هي ليست له، يحاول إقناع نفسه ويحاول إقناع الأجيال التي لا يستطيع، بحكم كما ذكرت أنه بحكم الخوف الوجودي أن يقنعهم أنه صاحب هذه الأرض الأصلية. لذلك يجب أن يقنعهم دائما أنهم موجودون هنا، جاءوا واحتلوا هذه الأرض من أصحابها الأصليين الذين هم الفلسطينيين. هذه رواية يجب أن يعلمها كل صهيوني لابنه، نعم، لكي لا يفارقه، لو لا يفارقه الخوف من أن يقوم هذا المحيط العربي والفلسطينيين الذين هجروا من بلادهم لكي لا يقوموا بالهجوم عليه أو بالاستعداد له ومحاربته في المستقبل. هذا الاحتلال كما ذكر الزملاء هو احتلال جاء لغرض احتلالي استعماري في هذه البلاد. طيب نعود إليك. يعني الأستاذ علاء ذكر موضوع مهم أو نقطة مهمة ندخل إلى من خلالها إلى سؤال أيضا في هذه الحلقة، هو استخدام أساس الصهاينة لهذا القلق الوجودي في تعبئة التجمع الصهيوني، سواء تعبئة الجيش المقاتل أو تعبئة التجمع نفسه أو المجتمع الصهيوني. ويعني نحن يعني نضحك في الحقيقة سخرية عندما يستخدم حتى قادة الاحتلال العسكريين الخطاب الديني اللي احنا بنستخدمه يعني في 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 أثناء التعبئة، فكيف يستخدموها؟ وحقيقة هذه المسألة مسألة الوجود يعني تداركها زئف جبرونسكي من بداية. قال أن الأسلوب السياسي لن يفيد إسرائيل يجب أن تقام بالحراب وتبقى دائما الجدار الحديدي وهو بالسلاح. وإذا يعني وبالتالي هو يدرك أنه بهذه يعني بالسياسة ممكن أن تقوم دولة إسرائيل، لكن الحفاظ عليها إذا كانت إسرائيل قوية والحراب قوية وممشوقة للسلاح فإسرائيل ستبقى، وإذا ضعفت إسرائيل فمعنى الكلام لن تنفع السياسة في حفاظ على دولة إسرائيل. هذا موجود. لذلك دائما التعبئة بالتهديد، لأن هناك تهديد خارجي من أجل شد عضل المجتمع الداخلي يعني بالتهديد الخارجي. نعم. وبالتالي هو في طبيعة بنيوية في المجتمع الإسرائيلي أنه دائما متفكك، يعني حالة الصراع دائما موجودة في داخله، في أي لحظة يجتمع فيها اليهود، وهذا فكرة يعني تقول أن إذا هناك يهودين مختلفوا فهناك رأي ثالث. وبالتالي إذا كان الحاجة من أجل أن توحدوا لابد من إيجاد دائما الخصم الموجود. لذلك في إشكالية موجودة في فكرة التعامل مع الحل السياسي. لذلك هم يروا أن الأفضل لإسرائيل ليس الحل مع الفلسطينيين، هو الحل مع العالم العربي حتى يذوبوا في العالم العربي ويصبحوا كيانا طبيعيا. وهذه المعركة دائما هو يبحث عن مهدد من أجل حتى يصل إلى مرحلة أن يكون يطمئن أن يكون هو كيان طبيعي. وهذا طبعا هذه الأزمة الصراعية اللي احنا موجود فيها والتي نسميها احنا صراعنا للتطبيع. نعم. التطبيع هو يعني على المدى الاستراتيجي هو ضمان الكيان الصهيوني أنه جزء من هذه المنطقة، وهذه أخطر ما في الصراع.
أما أن يبقى المهدد هو يهدد صحيح أنه يشد عضل يعني يشد المجتمع الإسرائيلي من أجل الحرب في الخارج، لكن القوة دائما بطبيعتها بطبيعة القوة دائما تتآكل مهما كانت أي قوة ونزلت إلى الميدان بطبيعة تتآكل، يكون لها عامل الزمان وعامل تصاعد القوة الأخرى وعوامل وضعف الخارج، لأنه لا يستطيع أي كيان أن يبقى مجهود العضل 70 سنة 80 سنة، لا يبد أن يكون، ولذلك يبحث نعم. الآن عن حالة تطبيع معنا. نعم لذلك هم يدركوا الآن أن الهشاشة بدأت تدخل تظهر في المجتمع الإسرائيلي، فجاء بالفكرة يعني اللي كانت فكرة نتنياهو فكرة رجل تحت الشمس من استمرار الصراع ولذلك هم يبحثوا عن أدركوا أنه هذا استمرار الصراع سيتراكم إضعافا، مهما كان الخصم ضعيفا فأنه ربما يأتي لحظة يقوى، إذن هو ينتقل الآن لمرحلة جديدة في إدارة الصراع، وبالتالي هو الآن دائما يحاول نتنياهو في أي لحظة أن يستخدم ورقة التهديد الخارجي من أجل شحذ المجتمع، في نفس الوقت أن يبحث لهم رسائل تطمين وتساعده الإدارة الأمريكية في جلب بعض العربان من أن يجتمع بهم ويحضروا اجتماعاتهم ولقاءاتهم وبث برامج تلفزيونية ومقابلات ومن هذا القبيل من أجل يظهر المجتمع الإسرائيلي انظروا أنا يعني المستقبل عندي. نعم. وهذه الفكرة اللي هي حالة تناقض موجودة في هذا المجتمع، أن البحث عن الاستقرار لأنه يدرك تماما أن الوجود أزمة وجودية خانقة. يعني في عندما أقول لنتنياهو بقول سأجتهد أن تقبل تبلغ إسرائيل 100 عام في عمرها، وهذا أمر يعني أمر ليس بديهيا، لأنه من طبيعة الأمور أن الدول اليهودية التي مرت في التاريخ لم تبلغ عمرها أكثر من 80 عاما، وبالتالي هو خائف من 20 سنة القادمة أن يحدث تحولات هذه الدولة غير لن تستطيع أن تقوم بنفسها وأن تواجه التحديات الخطيرة. نعم. جيد. طيب أستاذ علاء، يعني لماذا دائما ما نقرأ للمؤرخين الصهاينة كلاما من هذا النوع؟ مثلا خلال سنوات، هذا مؤرخ قبل يومين تكلم به ونسيت اسمه بالحقيقة، قال خلال سنوات سينتصر العرب والمسلمون، وهذا أمر يكاد لا يصدق في وضعنا الحالي. يعني نعم بالضبط هذا ذكر، وقال أيضا أنه اليهود سيكونون أقلية في هذه الأرض، إما مطاردة أو مقتولة، وأن صاحب الحظ الكبير هو الذي ينجح في الهروب إلى أوروبا وإلى أمريكا. يعني لو قالها مؤرخ عربي أو فلسطيني أو مسلم لقلنا هذا يعني يضرب أخماس بأسداس، ولكن عندما يقولها مؤرخ صهيوني من داخل هذا التجمع وهو وليد هذه التناقضات التي أشار إليها الدكتور مأمون، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ وهذه ليس فقط مؤرخ يعني يغرد خارج السرب، هناك مؤرخون جدد كثر، هناك كتابات كثيرة تكلمت عن هذا. حين نقاش قانون برافر في لجنة الخارجية ولكنه هي ما تعلق بالسيطرة على النقب وخشية الاحتلال الإسرائيلي من أن يتطور وضع البدو العرب الفلسطينيين في داخل النقب ليسيطروا على الأراضي، كان النقاش الآتي في الخارجية، قالوا أن هناك نسب الخصوبة مرتفعة لدى البدو العرب، وبناء على ذلك يجب أن يعاد الاعتبار لمسألة الخطورة التزايدية الكبيرة. النقاش دار حول الآتي: يجب أن نمنع زواج الثانية في المناطق العربية البدوية، ويجب أن نشدد على ذلك لأنه من خلال البحث زيادة المواليد مرتبط بزيادة عدد الأزواج. شوف الاحتلال لم يطلق ذلك نكتة بالمناسبة، وإنما جرم الاحتلال الإسرائيلي مسألة الزواج من الثانية والثالثة، واعتبر ذلك مخالفا للقانون ببطن استعماري. بمعنى عندما تتحدث عن منظومة الوجود الإسرائيلي وتتحدث عن بنية الأخطار التي تحدث خلال وجه التضرر على سبيل المثال، كما قال شلومو غزيت على سبيل المثال وهو رئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية وناقش مسألة الأخطار في ورقة تفصيلية مهمة يجب أن تتابع، عندما قال هناك مشكلة من الأخطار التي تواجهها الكيان، المشكلة الأولى تتعلق في بطن الكيان، وإن تتحدث اليوم عن 2 مليون فلسطيني يتواجدون في الداخل، هؤلاء يتمددون يتكاثرون على حساب الديمغرافيا الصهيونية، وإن حاولت أن تغرس الجريمة أن تصنع عملية عدم عدالة في توزيع الموارد. البعد الآخر وهو ما يجب أن ننتبه إليه جيدا، الاحتلال يفكر عميقا في مسألة
التواجد الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني انا لا اشيرون في المناطق المحتله عام 48، وانما يعتبر خطرا الوجود الان في الضفه الغربيه وقطاع غزه حتى نقاش فكره الاستيطان الان بتواجد 700 الف مقابل 3 مليون فلسطيني. الاحتكاك مع العرب ماذا يمكن ان يغير في الثقافه؟ دراسات كبيره اطلقت على مساله التاثير العربي داخل بنيه الكيان واصبح هذا هاجس كبير. انا احيلك الى بعض تحقيقات الشرطه لما يقف الان باسلام بعض اليهود في الداخل المحتل لتخالطهم مع العرب الفلسطينيين، وهناك اعداد بدات بالتزاود بالزياده. عندما طلب احد محققي الشرطه احد الداعين الى الاسلام ما بين اليهود قال له عليك ان تنتبه ان هذه القضيه تشكل قنبله ذريه سنحاكمك في اقصى ما يمكن اذا استمريتم في الدعوه في الاسلام في الداخل الفلسطيني. انا اشير هنا باتجاه اليهود. عندما تركب مشهد الصوره وانت تحدثت عن عنوان كبير عندما تتحدث عن المؤرخين والكتاب نحن فرنا على سبيل المثال وهو احد الشخصيات المهمه التي تكتب في القضايا الاجتماعيه الاسرائيليه عندما فصلت وقالت تباين المجتمع الاسرائيلي انت تتحدث عن الشرقيين تتحدث عن الغربيين، الشرقيين موزعين الى ثلاثه اقسام، الغربيين موزعين الى قسمين، انت تتحدث عن بنيه متلاحمه بينها حرب حقيقيه تجري الان بالبنى المجتمعيه، تل ابيب تتحول الى عاصمه الغربيين، منطقه الجنوب تتحول الى عاصمه لمنطقه الشرقيين، انت تتحدث عن حاله تنافر كبيره في بنيه المجتمع، هذا ما ظهر ايضا في الموازنه الاسرائيليه عندما حاول نتنياهو ان يمرر ما يعرف بثبات تحولات الاقتصاد بالبناء الافقيه العموديه عفوا وليس الافقيه، عندما رد عليه بني جنس علينا ان نصحح مسار الاقتصاد لان ذلك قد يدخلنا في قنبله داخليه، وهذا ما حدث قبل 6 سنوات من الان عندما شاهدنا مئات وصلت الفكره استاذ علاء يخرجون للمضطربون بالعذاب. اشكرك جزيلا على هذا التفصيل. دعني انتقل للسيد الاستاذ سعيد بشارات. استاذ سعيد، ما ذكره استاذ علاء ينقلنا للسؤال عن الكتابات والعلماء والمفكرون الذين يتكلمون في هذا من المؤرخين وغيرهم الصهاينة طبعا والأبحاث الأكاديمية والجانب الأكاديمي الذي يكون في هذا الشأن. الأدبيات البحثية الصهيونية لا شك أنها تهتم بهذا، ولكن نريد أن نفسر لماذا تهتم، يعني هل هذا يعني يطلب منهم، يعني قادة الكيان السياسيين وغيرهم يطلبون من هذه الأكاديميات وهؤلاء العلماء أن يكتبوا في هذا الأمر، أم أنهم يكتبون من أجل التحذير ودق الأجراس أمام هذا الكيان؟ هم فعلا يكتبون لكن لا يطلب منهم أن يكتبوا، هناك جامعات، هناك أكاديميين، هناك باحثين، هناك مؤرخين يعلمون التاريخ، يعلمون ماذا سيحدث في المستقبل. إحدى الجامعات مثلا أعتقد أنها تل أبيب مثلا توصلت إلى نتيجة أن في يوم من الأيام في لحظة من اللحظات التاريخية القادمة المستقبلية ستصبح ما يسمى دولة الكيان الاحتلالي إسرائيل شيء عابر في التاريخ، فهذا يدعو إلى الخوف على وجودهم. ما الذي دفعهم إلى هذه النتيجة؟ أبحاث قاموا بها، أبحاث تاريخية، أبحاث للواقع لطبيعة وجود هذا الكيان. هذا الكيان يعني كما أصفه لا يستطيع أن يستمر حتى اليوم وبهذا النفس القوي وبهذه القوة منذ لحظة إنشائه إلى اليوم لولا أنه مدعوم، لولا أنه مغطى، لولا أن يد كبيرة عالمية تحميه، يعني وضعه مستقر، شبابه مؤمن مستقبلهم، مثلا في تقارير مثلا عن المستوطنين في الضفة الغربية ترعاهم مؤسسة، يعملون وفق خرائط، يعملون وفق جدول تعليمي يتابعهم في الجبال، فهذا الكيان موجود يعني مصطنع. هذا الكيان يعلمون أنه في يوم من الأيام سينتهي، فهذه الحقائق التاريخية سنن الكون تدفعهم إلى كتابة هذه الكتابات، إلى الوصول إلى هذه الحقائق نتيجة أبحاثهم. ويجب أن يبحث يعني في النهاية كونهم أكاديميين، كونهم موجودين، يعني هم في النهاية بشر في هذا الكون،
وجدوا في هذا المكان او احضروا هذا المكان في الى هذا المكان لغرض احتلالي، لغرض يخدم مصلحة اليهود بشكل عام والدول التي ترعاهم وتخدم مصالحهم. واليوم هذه الأمور يعني أصبحت مكشوفة، يعني عندما يتكلم القس الأمريكي جون هيجي عن أنه يجب أن ندعم هذا الكيان الذي تربطنا به مصالح للبقاء، لفرض سيادته على الضفة الغربية، لتأمين حدودي. لماذا يقول هذا الأمر؟ لأن الأمور كمرحلة تاريخية نضجت، هناك حالة في المنطقة العربية في المحيط الذي يحف فلسطين وفي المحيط من الإقليم تتحرك، هناك شعوب تغلي، هناك ضفة يحاصرها الاستيطان، وغزة تستعد لما هو قادم في المستقبل، وجبهات أخرى أيضا. لذلك يخاف هذا الاحتلال ويقوم بهذه الدراسات. إلى أين ستصل به هذه الدراسات؟ هناك أيضا معطيات توصل إلى أن مثلا أحد المفكرين التاريخيين في دولة الاحتلال توصل أنه يا جماعة الآن ما بنفع تتفاوضوا مع عباس، أو ما بنفع تتفاوضوا فقط مع دول ما يسمى بدول الاعتدال، يجب أن تتفاوضوا مع من تسمونهم بين قوسين إرهابيين مثل حزب الله، حماس، فصائل المقاومة المنظمة الكبيرة التي لها مشروع، نعم، وتدافع عن مشروع وتتبنى خطا معاكسا للخط المعتدل الذي سينتهي، لأنه لا يمثل في طبيعة الحال أي شريحة من شرائح المجتمع، لأن المجتمع والشعوب حتى بغض النظر عن الدعاية البارزة في بعض القنوات، لكن الشعوب لا تريد هذا الكيان ولا ترغب به، لأنه سم على هذا المنطقة، وتعلم أن ما تحدث من مشاكل في كل دولة من دول المنطقة هو بسبب هذا الاحتلال. يعني لماذا إسرائيل مستقرة والدول الأخرى غير مستقرة؟ هؤلاء يعلمون، لذلك يخرجون ويعدون دراسات ويكتبون أبحاث، تمام، ويخرجون بهذه النتائج. وصلت الفكرة أن الواقع يدفعهم إلى ذلك. وصلت الفكرة، وهذا هو ما يدفعهم، وليس هناك تمام جهات تدفعهم، لكن هذه تمام. دكتور، من الملاحظ تاريخيا على مدار 7 عقود أن هذا الشعور بالقلق يتعاظم عندما تكون هناك مقاومة حقيقية سواء فلسطينية أو عربية إسلامية. وحتى وجدنا في بعض فترات انتفاضة الأقصى من الذي انطلقت في عام 2000 كان هناك حالة هروب أو حالة يعني خروج من الكيان باتجاه أوروبا وباتجاه أمريكا. ما مدى أثر وجود مقاومة بكل أشكالها في تعزيز هذا الشعور؟ نعم، يعني هو يعني أهم أركان من أركان المشروع الصهيوني هو استيطان. والاستيطان يعني إقامة مكان في أرض فيها أمن، لأنه هو يريد أن يصنع أمنا، وبالتالي مشكلة الأمنية دائما مستمرة عنده، لأنه لا يستطيع أن يبقى بدون أن يكون هناك استقرار أمني من حوله. وذلك يعني مثلا لو احنا رجعنا إلى أبسط الأمور، المظاهرات على جدار غزة هي لا تهدد يعني، أو حتى الصواريخ التي تطلق أحيانا على جدار غزة لا تهدد يعني دولة إسرائيل، لكن لا تهدد فكرة المشروع، فكرة الاستقرار مهما ضعفت، مهما الذي يقوم عليها المشروع، نعم، التي يقوم عليها. لذلك الأساس في المشكلة هو التهديد الأمني. فلذلك إذا نظرنا إلى طوال الفترة الماضية في الصراع، عندما يكون هناك مواجهة، يعني إسرائيل قائمة بطبيعتها قائمة على الهجرة إلى هذه الأرض، أو بسموه العالية، يعني هو الصعود إلى هذه الأرض، والخروج منها يعني اللي يريدها اللي هو الخروج أو الهبوط بهذه، كأنه يصور هذه الأرض هي الجنة أو جزء من الجنة بهذا المنطق يعني. وبالتالي الصعود والهبوط إلى هذه الأرض أو القدوم إلى هذه الأرض مرتبط بحالة الأمن. وانظر في الفترات التي حدث فيها، لم تكن فيها انتفاضات، ولم يكن كان هناك كمية الهجرة إلى أرض ما يسمونها أرض الميعاد بأعداد بالآلاف. الآن إسرائيل يعني في ظل يعني بعد ما يعني في استنفذت جزء كبير من هذه الهجرة في ظل الفترات هذه الاستقرار التي عاشتها، وانخفض المستوى الهجرة. الآن نبحث عن أرقام بالسنة لا يعادل ما كان يهاجر في شهر أو في أيام، نعم،
وبالتالي هذه النقاط الأساسية التي يعني يعيش عليها الكيان الصهيوني هي جلب اليهود بأن هناك استقرار، هناك أمن وتأمين وظيفي، تأمين اقتصادي، تأمين معيشي، يعني خاصة القادمين من العالم الغربي يأتون بهذا المنطق. القادمين من مناطق الشرق اللي هم مثل فلاشة أو الأثيوبيين، هذول يأتوا لتلبية مطالب يعني أساسية حسب هرم ماسلو اللي هو الأكل والطعام والشراب، يعني لم يكونوا يجدوا في أثيوبيا الطعام والشراب وجاءوا هنا أصبحوا يعني لديهم تنعمون بخيرات فلسطين. نعم، أعضاء كنيسة وله راتب فوق $10,000 اللي بقي في أثيوبيا، يجد ما يأكله. نعم، ما كانش لقى $100 يعني يعيش فيه. فهذا النظرة الموجودة المتوفرة. احنا انظر اذا يعني حتى اي منطقة استيطانية يعني في لما كان يحدث، يعني انظر في فترة الانتفاضة الثانية راجع نسبة التمدد الاستيطاني في فترة الانتفاضة الى ما بعد الانتفاضة. نعم، تجد فارق كبير. نعم، فارق كبير في عدد المستوطنين وعدل البؤى الاستيطانية تم إنشائها في هذه الفترات. حتى في الانتفاضة الأولى رغم قلة الإمكانيات وبساطة الأمور إلا أنه كان هناك ضغط كبير على المستوطنين، لم يسترح حتى يعني جاءت السلطة الفلسطينية. الأصل أن يكون هناك وقف للمشاريع الاستيطانية، لكنهم شعروا بالأمن لأن السلطة الفلسطينية التزمت بالأمن، وبالتالي بدأت المستوطنين تتمدد وبؤر الاستيطانيين تتمدد أيضا. وحتى جاءت الانتفاضة الثانية في ال5 سنوات هذه تمدد الاستيطان بشكل كبير. ثم تراجع حتى جئنا إلى مرحلة الانقسام وحالة الأزمة الفلسطينية من يومها من 2007 لحتى الآن. انظر حجم الاستيطان في الضفة الغربية وكم تمدد، قديش عدد المستوطنين بالأرقام والبيانات. نعم. طيب. بشكل على فكرة يعني في نسبة تصل 200%، يعني في 2000 مثلا 2010 كانت 100%، 200%، 300% بالضبط. نعم. أرقام مهولة. على فكرة يعني حديثك بخليني أسأل عن شيء مهم أستاذ علاء. في الحقيقة ما تفضل به الدكتور، أنا أود أن أتعرف على حقيقة الأمور من خلالكم. يعني نحن نتحدث عن تعاظم الاستيطان وصولا إلى ما يسمى بخطة الضم. الآن الحديث عن خطة الضم والتي من المفترض أن يبدأ بها الاحتلال مع بداية يوليو. ألا يتناقض هذا مع شعور الاحتلال بالقلق؟ أم أنه يؤكد شعور الاحتلال بالقلق الوجودي؟ ضم هذه الأراضي الفلسطينية، اغتيال ما يسمى بحل الدولتين والحلول السياسية، وعدم الاعتراف بأي طرف فلسطيني بعد ذلك للحديث معه على طورة مفاوضات. هل هذا يعزز القلق الوجودي؟ أم لا يعززه؟ لا أعرف يعني. شوف يعني هذا ما أجاب عليه إبراهام بورغ، هو أحد بالمناسبة رؤساء الكنيسة الإسرائيليين ووالده يعني يوسف، وهو أحد المؤسسين للكيان الإسرائيلي. وعندما تم الحديث عن مسألة الاتفاقيات السياسية والعلاقة مع السلطة، السلام مع العرب، قضية الخوف، تصدير الخوف للعالم بشكل دائم، الخوف الحقيقي الذي يعيش المجتمع الإسرائيلي، البحث عن الجنسية الثانية، ثلثي المجتمع الصهيوني يملك الجنسية الثانية. عندما كان استطلاع للرأي بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة 99% قالوا يجب أن يكون لدى الإسرائيلي جنسية أخرى، لأن ساعات الحروب عادة تفرض علينا الهجرة. عندما تتحدث عن هذه البنى يقول إبراهيم بورغ ويقول بأن هذه البنية الاستعمارية التي دافعها اليأس والخوف والخشية من المستقبل، محاولة القفز في الهواء حتى يعاد منسوب الأمن لدى المستوطنين، لن يجلب حالة أمن لإسرائيل. وقال علينا أن نضرب بذلك أمثلة، هذا التصدير للخوف الدائم، الحركة المتطرفة الدائمة باتجاه الفلسطينيين، جعل كثير من الحلفاء يشعرون بحالة القرف من تصدير هذه البنية، وقد نجد أنفسنا أمام حالة صعبة في مواجهة العالم. وأذكر عندما جاء أوباما على سبيل المثال وبدأ يتحدث عن حل الدولتين والدفع بذلك وخطة أوباما للسلام، وكيف وقف نتنياهو قائلا بأن التغيرات في ميزان القوة تفرض علينا تحالفات جديدة وأن نذهب إلى روسيا. هذا ما نعيشه اليوم عندما تسمع من نتنياهو وتسمع من أركان الخصومة الإسرائيلية من البيت الداخلي حول هذا الضم والتمدد، وحتى عندما يتحدث المستوطنين عن مسألة السيطرة في الضفة الغربية
أنت تسمع لسان الخوف، الخشية من تكون كتل فلسطينية منتشرة، الخشية من فرض العالم على الاحتلال الإسرائيلي بعودة جزء من اللاجئين إلى مناطق الضفة الغربية، ارتفاع منسوب الفلسطينيين، ويحاولوا أن يمنعوا أي إمكانية للتسوية على قاعدة زيادة عدد الفلسطينيين في الداخل. وهذا جعل مثلا على سبيل المثال فؤاد بن العازر يتحدث، وأيضا براك تحدث بأن الحلول مع الفلسطينيين يجب أن تجمد الزيادة في داخل الأراضي الفلسطينية. إذا البعد العام للتخوفات، الذهاب إلى الخطوات المتطرفة، هي ردود فعل للحالة الهستيرية من المستقبل. أنا أعلم أن هناك عجرفة سياسية بسبب التطبيع مع العرب وانكفاء الأنظمة العربية عن الملف الفلسطيني، لكن أذكرك وبشكل رئيسي عندما سئل نتنياهو عن علاقته مع مصر السيسي، قال يعني نديم الاتصالات بشكل دائم مع السيسي، ونحاول دائما أن نعزز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، لأن مصر تعد البوابة الرئيسية لحفظ أمن إسرائيل. هذا اعترض عليه أحد الكتاب الإسرائيليين وقال هل يمكن لنا أن نركن للعرب ليؤمنوا إسرائيل؟ أنا أذكر هذه النقاشات نقلت على القناة الثالثة عشر العبرية عندما جاء أحد سنوات ميلاد الكيان، عندما ناقش التخوفات العامة بالضبط. قالوا هناك مشكلة رئيسية استراتيجية. شكرا أستاذ علاء. المشكلة نعم باختصار في ثواني. نعم باختصار بثانية، المشكلة الاستراتيجية الكبيرة بأننا دولة بستة مليون مقابل ملايين العرب الذين يتأهبون يوما ما لتغيير موطن أذلهم في حروب مختلفة. أشكرك أستاذ علاء الرماوي الكاتب المحلل السياسي ورئيس تحرير وكالة سلد الإخبارية، وأتحول في دقيقة واحدة الأستاذ سعيد. أستاذ سعيد، إذا مستقبل يختلفه الغموض والخوف على الرغم من هذا التوسع وهذه العجرفة السياسية، هل تتفق مع هذا الرأي؟ السؤال مرة أخرى لو سمحت. مستقبل دولة الاحتلال يختلفه الغموض والخوف والقلق الوجودي على الرغم من العجرفة السياسية والذهاب باتجاه ضم مزيد من الأراضي. هو في على حقيقة أو على أرض الواقع لم يكن ليذهب للضم أو لأي خطوة كالخطوة التي سيذهب إليها لولا أنه مطمئن، ومطمئن بأن قوته كبيرة جدا، هناك قوة كبيرة تحمي الولايات المتحدة ترامب، هناك إقليم لا يستطيع أن يعارض هذه الخطوة حتى إن صح ما كشفته صحيفة الحزب الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أن حتى اتفقوا على طريقة الإدانة الضم، فهو مطمئن، يعني لا يوجد هناك قلق من طرفه على مستقبله في الفترة الحالية، لكنه في قرارة نفسه فعلا هناك قلق، لذلك يريد أن يتوسع، يريد أن يحكم على الأرض مزيد بشكل من السيطرة والسيادة. لا يسمح شكراً لهذا العمق الاستراتيجي، الضفة الغربية، هذه المنطقة الجبلية الكاشفة. شكرا أستاذ سعيد، شكرا لك، أعتذر على المقاطعة، يعني حديثكم ممتع، ولكن دكتور مأمون في دقيقة واحدة أيضا لحضرتكم حول هذا الموضوع، ماذا ترى بالضبط؟ يعني جدار فاصل قبل سنوات، الآن محاولة فرض السيادة والضم لمزيد من الأراضي الفلسطينية، هل هو يتخوف، لديه مزيد من المخاوف ويحاول أن يسيطر عليها، أم ماذا بالضبط؟ هي يعني الذي حرك السياسة هي الخوف، الخوف والشعور بفقد القوة في هذه المرحلة، وبذلك هو يستغل الفترة الزمنية، الفترة حالة الفراغ الذي يتحرك فيه ومندفعا من الخوف على المستقبل بتأمين المستقبل المجهول. وبالتالي هو الآن لديه قوة، عالم عربي ضعيف، مجتمع كيان فلسطيني أو قوة فلسطينية ضعيفة أو مفككة منقسمة على نفسها، وبالتالي هو يذهب لأن يؤمن مستقبله في هذه الأرض، يقتطع جزء من هذه الأرض بما يستطيع، طالما أن هناك فرصة بقدر ما يستطيع أن يقدم. اليوم في فرصة نأخذ 30، نأخذ 30 إلى الأفق المرحلة القادمة. في فرصة أكثر يفعلها مرجل يعني الدول بطبيعتها عندما تتدخل أو تحرك أو تنشئ قواعد لا تتحرك من أجل يعني حماية وجودها
كذا ككيان لم يتحرك تأمين مصالح بالضبط. لكن إسرائيل تقول أن وقائع في غور الأردن هو وجود مسألة وجودية. نعم. شكرا جزيلا دكتور مأمون أبو عامر. أنتقل بكم إلى زهرة المدائن، واليوم نتكلم عن على أنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أن الاستيطان الصهيوني تزايد وتعاظم في القدس المحتلة، فإلى هناك. كورونا لا يوقف المشاريع الاستيطانية في القدس، الاحتلال يستغل انشغال العالم بأزمة كورونا ويوسع مشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية والمدينة المقدسة المحتلة على وجه الخصوص. آخر مشاريع ومخططات الاحتلال مشروع استيطاني جديد على أراضي جبل المكبر بواقع 410 وحدات استيطانية وفنادق ومرافق عامة. توسيع مستوطنة جيلو بما يشمل بناء 1300 وحدة سكنية مع تخصيص 100,000 متر مربع للمباني العامة و25,000 متر مربع للمناطق التجارية. التحضير لبناء خطوط سكك حديد جديدة، الخط الأول تحت الأرض يصل ما بين الجزء الغربي من المدينة المحتلة ومنطقة باب المغاربة، والثاني سكة حديد لقطار خفيف يجوب أحياء القدس ويصل مستوطنة أرمون هانسيف على أراضي جبل المكبر. تأتي هذه المشاريع في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال تمييزاً وتضييقاً على المقدسيين ولا يوفر لهم الإمكانيات اللازمة لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا. إلى ذكرة فلسطين، قاوم الفلسطينيون إبان الحرب في عام 48 بكل ما لديهم من قوة، ولدينا اليوم معارك بيت دراس في المتابعة. معارك بيت داراس، انتصارات أوقفها نقص السلاح. على بعد 32 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، كانت تقع قرية بيت داراس بمساحة أراض تزيد عن 16,000 دونماً. شكلت القرية عقدة للعصابات الصهيونية بعنف مقاومتها وبسالة ثوارها الذين انتصروا في أربع معارك متتالية، كان أشدها معارك شهر أيار عام 48. ففي فجر الأول من أيار العام 48 شنت العصابات الصهيونية هجومها الثالث على القرية، وتقدم مشاتها تحت نيران الرشاشات من الجهة الغربية للقرية في الوقت الذي كانت المدفعية تصب حمامها على القرية من الجهة الشرقية. مسلحين باثنتي عشرة بندقية فقط، تمكن ثوار بيت داراس مع النجدات التي وصلتهم من القرى المجاورة من صد هجوم العصابات الصهيونية خلال ساعات معدودة، كما كبدوها خسائر فادحة موقعين في صفوفها 240 قتيلاً، فيما استشهد ثمانية من الثوار خلال المعركة. طارد ثوار القرية فلول العصابات الهاربة التي استنجدت بالاحتلال الإنجليزي، فهب لإنقاذها بعرباته المصفحة ليمنع الثوار من إبادتها بالكامل. فجر 21 من أيار العام 48 بدأت العصابات الصهيونية هجومها الرابع على القرية، وأطبقت عليها الحصار من جميع الجهات قاطعة الطريق على نجدات القرى المجاورة، وتقدم المشاة مجدداً تحت ستار القصف المدفعي العنيف. أخلى الثوار القرية من الأطفال والنساء وتصدوا ببسالة وشراسة للهجوم رغم الحصار المحكم وانقطاع الإمداد. ومع انتصاف نهار ذلك اليوم كانت العصابات الصهيونية تلملم جثث 80 من قتلاها وتندحر عن القرية مجدداً بعد أن ارتكبت مجزرة دامية في صفوف الأطفال والنساء على أطراف القرية
ونسفت عددا من البيوت انتقاما لفشلها في مواجهة الثوار. قاد شح السلاح وانقطاع الذخيرة وتجاهل الهيئات العربية لمناشدات ثوار القرية بإمدادهم بالسلاح والعتاد إلى نزوح أهل بيت داراس عن قريتهم التي لم تجرؤ العصابات الصهيونية على دخولها حتى الخامس من حزيران العام 1948. احتلت بيت داراس لكنها ستعود إن شاء الله. شكرا لكم لحسن المتابعة، في أمان الله.